consacrée à l'intervention des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Expression directe. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون السلام عليكم زول في اللون. أتشرف أن أكون محدثكم اليوم زعنابي وليد ممثلا عن مترشح الأفافاس لرئاسية 7 سبتمبر القادم الرفيق يوسف أوشيش. أخواتي إخواني الأعزاء، لقد أتت مشاركة الأفافاس عن وعي تام بالمناخ السياسي العام لبلادنا المعادي للسياسة في مجمله والمشجع لما يحمله بين طياته من ضبابية وغموض على العزوف والانسحاب بدل الانخراط والتضحية. مناخ يتوجب ضرورة حيوية استبداله بسرعة القصوى بآخر يسوده الأمل والثقة. وإيمانا منا بما يقع على عاتقنا من مسؤولية تاريخية ووطنية، وبالنظر للسياق الدولي العالي المخاطر والغير المسبوق الذي أفرز تهديدات إقليمية لا تقل خطورة، ثم بالأخذ بالمعطيات الوطنية من جمود مفروض من جهة ومن تنامي متصاعد للفكر المتطرف والنزعات الشعبوية العدمية من الجهة الأخرى، وبعد نقاش حزبي عميق وصريح قررنا أن نرفع التحدي ونعمل عبر هذه المحطة الانتخابية على إعادة السياسة إلى مكانها الأصلي والأصيل. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، لا أحد ينكر أن الجزائر اليوم وبالإضافة إلى التحديات الوجودية التي تواجهها تعاني إشكاليات بالغة التعقيد على كافة الأصعدة، ما يجعلها بلدا معطلا بامتياز بالرغم من المقومات البشرية المادية والحضارية التي تتوفر عليها، وهذا ما يترك مستوى التذمر الشعبي فيها يرتفع باضطراد مع استقرار مخيف لحالة الإحباط واليأس وانعدام الثقة وما ينجر عنها من آفات مدمرة تهدد تماسك الدولة والمجتمع معا. والسؤال الملح اليوم والكل معني به، كيف لنا كمجموعة وطنية أن نتجاوز هذه الحال وننتقل إلى رحاب غد أفضل؟ أيها الشعب الجزائري، يقترح الأفافاس خلال هذا الاستحقاق الرئاسي عبر مرشحي الرفيق يوسف أوشيش إجابات واقعية وموضوعية لراهنينا وتصورا واضحا لمستقبلنا تحت مسمى رؤية، وقد سميناها كذلك فتحاشيا للطرح الكلاسيكي للبرامج الانتخابية وتنصلا من الصور النمطية العالقة بها المعبرة عن وعود لا متناهية دأبت منظومة الحكم على تكرارها في كل مناسبة انتخابية، في حين كانت ولا تزال مقترحاتنا مساحات نضالية تتبنى تشخيصا صارما وتقييما موضوعيا وتناغما مع الرصيد النضالي والسياسي الذي نحوزه. وقياسا بالوضع الذي نعيشه وفي مواجهة الإشكاليات والمآزق والفجوات التي تعترضنا، فإنه من أوجه الاستحالة أن ينحصر الحل في مجرد برنامج، بل كل الحاجة إلى ما هو أوسع وأشمل، وهو ما دفعنا في الحزب لتبني رؤية لجزائر الغد ترسيخا للوضوح في مواجهة الضبابية وغرسا للثقة وبعثا للأمل ضد كل أشكال الأحادية الارتباك والتعثر. يتفرد وينفرد الأفافاس في رؤيته عبر المترشح الرفيق يوسف أوشيش، وقبل الخوض في التفاصيل والمتطلبات التقنية لكل قطاع من قطاعات الدولة سيادية كانت أم خدماتية، بضرورة استحضار الشروط السياسية والموضوعية ليتمكن من تطبيق التزاماته، وهو ما ترجمه عند النقاط المتعلقة بالإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي يفرض نفسه، وكذلك في الشق المرتبط بالحريات كل الحريات جزءا لا يتجزأ دون انتقاء أو توظيف، وبالحقوق كل الحقوق لا ينفصل أحدها عن الأخرى، وبالطبع مع الاحترام الصارم لقيمنا ومبادئنا الجزائرية الأصيلة. إنها كلها شروط ومتطلبات حيوية تضمن إلى جانب التركيز على الإنسان محورا للتنمية والرفاه الانفتاح، وتنتج خطاب مصارحة وسلوك مصالحة بين الجزائريات والجزائريين بعيدا عن النقاشات الخاطئة والاستقطابات المسمومة، وتكرس الثقة وتعيد الأمل المفقود، والأهم فهي تشجع الانخراط الشعبي حول مشروعنا الذي لا يعدو إلا أن يكون استكمالا للمشروع الوطني المنبثق من النصوص التأسيسية لحركتنا الوطنية، وأيضا هي تحفز العبقرية الجزائرية لرفع كل التحديات. لقد شارك الأفافاس متطلعا لتجديد ثقة الجزائريات والجزائريين في مشروعه، وأيضا لإعادة الاعتبار للفعل السياسي وإبقاء شعلة النضال متقدة في كل مكان.
أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، لقد ناضل بالأمس أباؤنا أجدادنا من الحركة الوطنية يدا بيد من أجل افتكاك الاستقلال الوطني رغم كل العقبات، وهو ما تحقق واقعا بعدها. اليوم يقع علينا، وهو ما يلح عليه الأفافاس عبر مرشحه الرفيق يوسف أوشيش في رؤيته، أن نبني معا الدولة الديمقراطية الاجتماعية، دولة الحريات والحقوق الضامنة للكرامة والصائنة للحق. إخواني أخواتي، لنجعل من هذه الانتخابات بداية طريق لإرساء قواعد جديدة عمادها الانخراط والالتزام، ولتكن حجرة من ضمن حجارة متراصة في بناء التغيير. وعليه فلنبادر يوم 7 سبتمبر بالتصويت على مرشح التغيير، مرشح الأفافاس الرفيق يوسف أوشيش. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية سيدة، المجد والخلود شهدائنا الأبرار، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحدثكم اليوم أنا الدكتور فاروق طيفور باسم المترشح للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر من سنة 2024 حسني شريف عبد العالي. طبعا أيها المستمعون الكرام، كلكم يعني اللي راكم تستمعوا فينا اليوم في القناة الإذاعية، نريد اليوم في الحق أن نفتح معكم 3 نقاط رئيسية أساسية جات في برنامج فرصة للمترشح حسني شريف عبد العالي. طبعا مستمعين الإذاعة اللي موجودين في كل مكان، لأنها هي الأكثر جوارية واللي تقدر يعني أيضا يستمع إليها المواطن يعني في كل مكان، سواء كان في السيارة ولا كان يعني في مكان منعزل ولا في البيت ولا المرأة في البيت ولا. لذلك فإحنا اليوم جايين نفتح معكم واحد النقاش نعتبره مهم ومهم جدا بالنسبة للجزائريين والجزائريات، مهما كانت الصفة تاعه، مرأة ولا راجل، شاب ولا شابة، واحد يقرأ ولا واحد ما يقراش، بطة ولا يعني مهم جزائري يعيش في هذا القطر الحبيب اللي هو مسقي بدماء الشهداء. حاجة اللي مهمة بزاف بزاف في هذه الانتخابات الرئاسية يعني وحنا نشوفوها بلي مهمة، علاه؟ لأنه عندنا اليوم 62 سنة، يعني العمر تاع البلاد بعد الاستقلال راهي 62 سنة. ما زلنا إلى اليوم يعني كل مرة يعني ونروح إلى انتخابات، سواء كي كانت يعني قبل التعددية ولا بعد التعددية، ولكن في نهاية المطاف نحوسوا على أنه يصرى تغيير، أنها البلاد تاعنا تتقدم وتولي كما الدول المتقدمة اللي اليوم يعني راهي تعتبر كشغل موديل نموذج عند الناس، وأزماتها يعني منحصرة وقاعدين يعني يتقدموا يوم بعد يوم في كل المستويات. ولكن نحن إلى اليوم ما زلنا يعني دائما نطرح سؤال، وين رانا رايحين؟ الشعب الجزائري بشباب وبكل الفئات تاعو ما زلنا إلى اليوم نطرح هذا السؤال كل ما يجي استحقاق. وفي فترة من الفترات للأسف الشديد يعني خلا يعني ولينا أصابنا اليأس السياسي من أننا ننتظر من الانتخابات يعني شيء يجيب لنا حاجة جديدة، سواء كان في البلدية ولا في الولاية ولا على مستوى البلد. هل راح نبقى وهكذا احنا كجزائريين في كل مرة نطرح هذا السؤال؟ أعتقد أننا اليوم أمام فرصة كبيرة وكبيرة جدا لكي نجاوب على السؤال المهم جدا، الجزائر إلى أين؟ احنا في برنامج فرصة اللي يقترحه عليكم المترشح حسني شريف عبد العالي، باغيين نصنعوا للبلاد نظرة للمستقبل تاعها تنطلق من اليوم وتروح للمستقبل. طبعا احنا قررنا نعرفوا الأزمات، نعرفوا المشكلات، ما كان حتى واحد يدرس على أخوه، كلنا رانا نعيشوها يوميا. إذا كنت نتكلم على الأزمة السياسية، فالأزمة يعني اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة أخلاقية، أزمة ثقافية، كل هذه الأزمات ولينا يعني نعرفوها وفاهمينها، وقادر كل واحد فيكم من يجي في بلاصة الأمن يتكلم عليها بنفس الطريقة. علاه؟ لأننا عايشين في بلاد واحدة وعايشين نفس الأزمات ونفس المشكلات. بصح كل ما تجينا فرصة نضيعوها للأسف الشديد.
طبعا ماشي الجزائريين هم اللي يضيعوا في الفرص على أرواحهم، بالرغم من أننا عندنا مسؤولية، ولكن للأسف الشديد الجزائريين يحتاجوا إلى قيادة سياسية عندها فيزيون، عندها رؤية، عندها تشوف للبلاد في المستقبل كيفاش رايحة تكون، وتبدأ البناء تاع هذا البلاد من جديد. على هذيك برنامج فرصة يقترح على الجزائريين فكرة كبيرة مهمة ننخرط فيها جميعا، سواء دروكا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات، من خلال الاختيارات تاعنا اللي هي جزائر صاعدة، جزائر نامية، جزائر قوية. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، ممكن لأن البلاد تاعنا احنا عندها قدرات كبيرة وكبيرة جدا على المستوى الطبيعي وعلى المستوى أيضا البشري. عندنا يعني شعب غير مقلد، الناس بزاف ربما يتكلموا على الشعب الجزائري، واحد الكلمات ربما قال والله يعني هذا شعب يعني ما يخدم الشعب، بالعكس الشعب الجزائري شعب واعي، شعب ناضج، شعب عنده عبقرية شفناها يعني أنه مثلا في دائما ما يقلدش الشعوب الأخرى ولكن يبدع النموذج تاعه. باغي اليوم في الانتخابات هذه أننا نديروا نموذج جديد من خلال برنامج فرصة تاع سي عبد الآلي حسني شريف، من خلال معالجة أخطر قضية في البلاد مطروحة اللي هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ما يلزمش العلاقة بين الحاكم والمحكوم تبدأ دائما متوترة، وما نقدروش بعد ذلك أننا يعني نصنعوا الحكام تاعنا ونصنعوا الخيارات تاعنا ونشوفوا السياسات اللي احنا حابينها، ويعني وهذا كل يوصلوا للحكم اللي يوصلوا للبلدية ولا يوصلوا للولاية ولا يوصلوا للبرلمان ولا يوصلوا لرئاسة الجمهورية، يعني يتبقوا الخيارات. ما نبقاوش دائما الان قاعدين في هذاك يعني الركنه تاع هذه الانتخابات، يعني خلاص راهم دايرينها وحنا نهار السابع من سبتمبر راح نبوانتو وخلاص وهم يديروا ريانهم. هذا الكلام يمكن اننا نغيروه باننا نكون عندنا مشاركه قويه وقويه جدا يوم السابع من سبتمبر 2024، ونختار الفرصه الجديده، لان في السابق ضاعت علينا فرص كبيره، فرصه مع عبد العالي حسني الشريف في هذا الاقتراحات اللي راه يقول فيها في كل الولايات، زار اغلب الولايات اليوم، راه ربما في الولايه رقم 30 وما زال يزور الولايات فيما تبقى من الاوقات، لكي يشرح هذا الفكره الاساسيه الرئيسيه باللي يودي بلادنا راهي محتاجه الى اننا نعالج الازمه اللي دائما كاينه ما بين الحاكم والمحكوم. كيف خيرناه؟ ماشي احنا اللي خيرناه، ماهوش عنده شرعيه قويه. نريد ان تكون هناك مشاركه كبيره وكبيره جدا لكم حتى نعالجوا هذه الازمات اللي هي دوريه عندنا احنا للاسف الشديد كل يوم، سواء على مستوى البطاله ولا على مستوى القضايا الاقتصاديه ولا القدره الشرائيه. ما نقدروش هذه في لحظة نديروها، ولكن أعتقد أننا يمكن عندما نشترك مع من كون عندنا قوة باش نستطيع أننا ننفذ هذا البرنامج. كونوا معنا وانتخبوا حسن شريف عبد العالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ أحمد بحري، ممثل المترشح عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الذي في برنامجه اهتمام خاص بالجامعة الجزائرية، واهتمام خاص بإعادة الوحدة واللحمة للمجتمع الجزائري. هذه اللحمة التي لا يتأتى لأي مجتمع أي كان أن يقوم بدوره الحضاري إن هو أهمل هذه اللحمة. كان المجتمع الجزائري يعرف عناصر تحمي هذه اللحمة وتحافظ عليها من خلال لقاء مختلف شرائح أبنائه في محطات مختلفة، منها محطة الخدمة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد من مختلف طبقاته وجهات الوطن في ثكنات واحدة ليلتحموا وليتعارفوا على مختلف العادات في هذا المجتمع، منها الزوايا التي تجمع أبناء هذا الوطن في حفظ القرآن الكريم وتعلم الفقه الإسلامي، وفي نفس الوقت تبني هذه اللحمة، منها الجامعة التي تجمع أبناء الشعب الواحد من هنا وهناك ليلتف حول حماية وطنه. إذن البرنامج مترشحنا السيد عبد المجيد تبون يركز بالأساس على أن تؤدي الجامعة هذا الدور من خلال إعادة أقطاب التميز أو أقطاب التخصص الجامعية التي تجمع هؤلاء الأبناء من مختلف الأوطان، أصحاب العلامات الكبرى، أصحاب النقاط المتميزة، ليهتفوا حول وحدة وطنهم ويتعرفوا على مختلف عاداته. إذ عندما توسعت الجزائر ووفرت الدولة الجزائرية جامعات في كل وطن، أحيانا أصبح الإنسان مساره التعليمي من الابتدائي إلى الجامعة في نفس الولاية. وبالعودة إلى نقطة الأقطاب هي التي ستعوض هذا النقطة، ويصبح الطالب الجزائري ينتقل من ولاية إلى ولاية ليحتك بإخوانه لتعود هذه اللحمة. هذا الوطن الذي ضحى من أجله 1.5 مليون من الشهداء من خلال هذه اللحمة، فابن الجنوبي مات في الشمال مدافعا عنها، ابن الشمال مات في الجنوب، ابن الغرب مات في الشرق، وابن الشرق مات في الغرب، ليدافع عن وطن واحد، الوطن التي تقابله تحديات كبرى
لا يمكن إلا أن يقوم أبناء الجامعة الجزائرية بالالتفاف حول هذه الوحدة، حول هذه اللحمة الوطنية من خلال هذا البرنامج الذي يقدمه السيد عبد المجيد تبون، لتقوم الجامعة وتطلع بأدوارها بعد أن توفرت الوسائل المادية، بعد أن توفرت الوسائل التي قدمتها الدولة الجزائرية بتوفير الجامعات، مراكز البحث، المخابر العلمية التي تسمح بدراسة الذاكرة، والتي هي نقطة أخرى مما يدخل في برنامج السيد عبد المجيد تبون، والتي تلتف حولها أبناء هذا الوطن. إذ لا يمكن لوطن مثل الجزائر قام بثورة منقطعة النظير في تاريخ البشرية أن يغفل أبناء اليوم عن ما أنجزه أباؤهم وأجدادهم، وليس لغير الجامعة الدور البارز في إبراز هذه الذاكرة، في حماية هذه الذاكرة، في تقديم الصور الناصعة لهذه الذاكرة لأبناء هذا الوطن حتى يرتبطوا بتاريخهم. ووطن لا تاريخ له أكيد أنه لا مستقبل له. في برنامج مترشحنا سيد عبد المجيد تبون هناك عناية خاصة بالجامعة ظهرت في تعهداته السابقة وأثبتتها مختلف التطورات التي عرفتها والتي قدمتها، وما زال هذا الموضوع يحتل بمكان الصدارة عند مترشحنا سيد عبد المجيد تبون، والذي من خلاله يسعى لأن تكون الجامعة قاطرة تسحب مختلف قطاعات الوزارة الأخرى الوطن للقيام دائما حول هذه النقطة الأساسية، هي نقطة الحفاظ على لحمة المجتمع، لحمة المجتمع التي لا يمكن أن يواجه بها الأعداء أو التحديات إن لم تكن هذه اللحمة متوفرة. وقد قام أحسن مجتمع في البشرية اللي هو مجتمع المدينة المنورة على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، قامت إحدى ركائز هذا المجتمع على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يمكن أن يتوجه إلى الخارج قبل أن يبني البناء الداخلي. هذا البناء الداخلي الذي يعكف عليه مترشحنا سيد عبد المجيد تبون من خلال التركيز على هذه النقاط، ليلتف مختلف أبناء الشعب الجزائري من مختلف الطبقات ومن مختلف المدارك والمشارب ومن مختلف الولايات، تأكيدا وحرصا واجتماعا حول نقطة اللحمة الوطنية، إذ بهذه اللحمة يمكننا أن نواجه التحديات. معلوم أن التحديات التي تحيط بهذا الوطن هي تحديات كبيرة، تحديات في الجوار، معلوم أن الجوار جوار ملتهب، منه ما هو يعاني ومنه ما هو يتربص بين الدوائر، هناك أعداء بعيدون توفرت لهم مساحات قريبة، لا يمكن لنا أن نواجه هذه المساحات، ولا يمكن لأبناء هذا الجيل أن يواجه هذه المساحات إلا من خلال التشبث بمعالم هذا الوطن، بذاكرة هذا الوطن، بأمجاد هذا الوطن، بهذه اللحمة، بهذه الرابطة الوطنية التي تجعل ابن الشرق يقف سد المنيعا عن ما يحاك بنا في الغرب، وابن الجنوب يقف سد المنيعا عن ما يحاك بنا في الشمال. ولذلك أدعو الجميع، أدعو أبناء هذا الوطن الحبيب من كل أطيافه وفي كل ولايته أن يكونوا بالأعداد الغفيرة يوم 7 للدفاع عن مرشحنا عبد المجيد تبون.